وصل إلى مستشفى العريش العام وزير الصحة خالد عبد الغفار ونظيره التركي ليتفقد أحوال المصابين من الأشقاء في فلسطين. خلال هذه الجولة وزع الوزيران هدايا تذكارية على الأطفال المصابين ووجها لهم كلمات الدعم والتشجيع. وشدد وزير الصحة على أن جميع مستشفيات الجمهورية على أهبة الاستعداد لاستقبال المئات بل الآلاف من الأشقاء الفلسطينيين إذا لزم الأمر. وعبر المصابون والمرافقون من الأشقاء في فلسطين عن خالص شكرهم للشعب المصري لما نالوه من رعاية خاصة. مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة يعني في الأزمات اللي زي كده ما بتبخلش على أي حد من إخوانها ومن جيرانها. احنا يعني مخصصين في المرحلة الأولى 37 مستشفى، 11,000 سرير، 1700 يعني سرير رعاية مركزة، بالإضافة طبعا إلى 38,000 طبيب، 25,000 هيئة تمريض. منظومة ضخمة جدا واستراتيجية من أول يوم يعني من تكلفنا من سيادة الرئيس بالاستعداد لهذا الوضع. يمكن بدأنا بمستشفيات شمال سيناء زي بير العبد وزي العريش العام والشيخ زويد زي ما انت عارف، ثم انتقلنا بعد كده لمنطقة يعني قناة السويس. عدد المرضى يعني هو حقيقي اللي بيوصل لنا قليل، ولكن إصابات يعني كارثية. ما فيش مريض بيوصل له فيه إصابة واحدة بس، المريض بيوصل فيه أكتر من إصابة: مخ وأعصاب، عظام، شظايف، أنحاف الجسم، كسور، تهتك في الأنسجة، قلب، يعني حاجات في إصابة في الصدر. فللأسف الإصابات وحشية جدا. المجهود اللي بيتعمل من الطاقم الطبي هنا والوزارة موفرة حقيقي شيء جميل جدا ورائع جدا. والله احنا من أول ما خشينا المستشفى يعني أنا لقيت إشي فوق الخيال. ليش؟ أنا خشيت مع وديع من أول، احنا من أول دقيقة ما وصلنا يعني أخذ وديع في الاستقبال، فكانوا يمكن 20 من الأطباء حوالين وديع، واحد على يده واحد على رجله واحد اثنين واحد يناول واحد، يعني كانوا مهتمين فيه اهتم. 5 دقائق كان وديع كله مغيرين له ومجهزينه، واهتمام يعني فوق الخيال. يعني من اول ما وصلت مصر وانا مطمئن. لما كنت في الشفا، لما كنت في غزة، كنت غاد قاعد يعني قاعد من غير امل على الفاضي. عملوا لي غاد عملية نجحت هي، بس برضو كنت قاعد على الفاضي غاد. يعني ما كانش في امل، يعني قاعد غاد يعني بين حياه وموت، يعني على الفاضي في الشفا كنت قاعد، لانه فيش غاد امكانيات وفيش غاد مساعدات، وكانت الشفا مهدده كمان. حتى ميه ما كانش في الشفا، ميه ما كانش، ولا ميه ولا اكل ولا شرب.